اخوك الكبير نسمه في البيت. ده اللي نسمه عايزين الحوار ده كله كده اللقطه. اتاكد انك خدت الخيارات عشان كل مره بتنساها. يا بابا فضايح دي وقت صوت. ايه المطلوب؟ بسمع للاخر. عمر عدى يا دكتور علي ودينا جوزنا ابوك. انا اغلبك. يلا بينا. ايه التطفل ده؟ ببعت رسائل مشغول. اللي يشوف وقفتنا دي يقول ان انا اخوك الصغير مش كبير. يا غالي يا غالي يا غالي. تليفون ايه بتسرقوا يا علي؟ اخويا ماله يا بابا؟ بابا بابا تفتكروا مين اللي عمل فعلي كده؟ وهيفرق في ايه؟ المهم ان هو يقوم بالسلامة ونطمن عليه. اكيد حد من اللي سلمهم في الشركة. سلمهم يعني ايه؟ ناس معايا في الشركة كانوا بياخدوا عمولات ورشاوي حاجة كده، مفهمتش يعني. الكلام ده لازم يتقال في المحضر. معرفش بقى هو عمل محضر اصلا ولا لا. اكيد المستشفى بلغت لما علي دخل. لا 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 لا، انا مش عايزكم تقلقوا خالص. انا عرفت ان انتوا ليكم مريض تاني في المستشفى هنا، ربنا معاكم. ربنا يخليك يا دكتور، انا عاوز اطمن على حسن. احنا هنعمل له قسطره وهنركب له دعامات. هو لازم موضوع العمليه ده يا دكتور؟ دي عمليه بسيطه جدا، وكان الموضوع ممكن يبقى اخطر من كده لو ما لحقناهوش. الحقيقه يعني وضع شرايينه صعب جدا. طب اللي حصل له ده بسبب ان ابنه وقع قدامه؟ لا يا فندم، اللي حصل ده ما حصلش فجأة كده، وأنا قلت لحضرتك حالة شرايينه صعبة جدا، والحمد لله إن هو وقع في المستشفى، وإلا الجلطة كانت اتحركت. طيب الحمد لله. طب هي القسطرة دي هتتعمل إمتى يا دكتور؟ من الصبح بدري، إحنا هنحضره لحد ما يجي دكتور البنج، وإن شاء الله خير، عن إذنكم. طب أنا ممكن أدخل أطمن عليه؟ يستحسن لأ، خليه مستريح أحسن، عن إذنكم. ايوه ماما، دي ماسكة نفسك اليوم كله جاية تعيطيلي وتطمنا عليك. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.